بقلوب تفيض برحيق المحبة وأفئدة تنبض بالمودة، نستمع إلى آيات عطرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. فهم الشموع التي تحترق ليحيى الوطن، يجعلون من عظامهم جسور، ونحن نجتمع مجددا مع نشاط جديد وفعالية متميزة. اليوم كلية علوم الحاسوب والرياضيات، هذه الكلية المتميزة في جامعة الموصل، الكلية النشطة علميا التي أقامت الكثير من الندوات والمؤتمرات، هذه الكلية التي حصدت على مدى سنتين الكلية الأكثر تميزا ونشرا للبحوث العالمية في المستوعبات العالمية سكوبس، اليوم تقيم ندوة علمية عن التنمية المستدامة. ربما يكون السؤال ما علاقة الحاسوب بالتنمية المستدامة، لكن الحقيقة أن اليوم عالم اليوم يرتبط كل شيء بالحاسوب وبالبرمجيات، لذلك فإن إدارة التنمية المستدامة تدم اليوم من خلال الحاسوب. المحاضرة الأولى كانت حول الأمن السيبراني، هذا الموضوع الهام الذي أصبح أحد وسائل الحروب، حيث أن الهجمات السيبرانية هي اليوم الهجمات الأكثر حداثة على الخصم. جامعة الموصل فتحت دراسات عليا في الأمن السيبراني، وأيضا بالتعاون مع كلية علوم الحاسوب والرياضيات. المحاضرة الأولى كانت علاقة الأمن السيبراني بالتنمية المستدامة. ندوتنا لهذا اليوم رؤية العالم الجديد في تحقيق التنمية المستدامة. كليتنا كلية علوم الحاسوب والرياضيات التي تعنى بتكنولوجيا المعلومات، طبعا بناء على توجيهات من الوزارة في تفعيل أهمية دور التنمية المستدامة في المجتمع، تناغمت وعملت كليتنا على ترابط هذا الموضوعين مع بعض، وذلك لتداخل تكنولوجيا المعلومات من مختلف علوم الحاسوب اللي هي الأمن السيبراني والحوسبة الخضراء، كلها جميعا ممكن أن أستفيد منها بتحقيق ما أسميه بالتنمية المستدامة، بحيث أنه أنا من أقدم مشروع يجب أن أعمل على تحقيق أنه يكون به إدامة وفائدة، يبقى متواصل مع المجتمع ويحقق الحاجة المرجوة منه. كليتنا طبعا باشرت بفتح دراسات عليا في الأمن السيبراني، وأيضا مقدمة على فتح قسم للأمن السيبراني. هذه من المواضيع المهمة والتي تهم طبعا المجتمع بشكل عام والمؤسسات التعليمية، فهدف الكلية دائما هو التطرق إلى كل ما هو جديد وتحقيق كل ما هو له خدمة وفائدة للمؤسسات التعليمية وخدمة المجتمع.